انطلق هذا الشوط وشوطنا التاسع للبكار واللحظات هنا لانطلاق هذا الشوط نتابع وإياكم هذه الاندفاعة وشوطنا التاسع والانطلاق أيضا لهذا الشوط نتابع هذه الاندفاعة مع البكار والانطلاقة التاسعة في صباح هذا اليوم نتابع هناك المراكز الأولى المتقدمة والصدارة هناك مع اللي تسللت مع شعار بن قطفة أيضا هناك فرحة عبد الله بن محمد بن قطفة المري على المركز الأول بينما النقلة على المركز الثاني اللي هي الشاهينية لمحمد بن محسن بن ديلة المري والمركز الثالث هناك اللي هي الطيارة لسعيد بن علي بن صبيح المري والمركز الرابع هناك أيضا الجذابة عيسى بن معيض الغيثاني على المركز الرابع والمركز الخامس المركز الخامس اللي هي شواهين لحمد بن علي بن عبده المري على المركز الخامس. هذه النتيجة للخمس المراكز الأولى والسبعمية متر الأخيرة وفرحة فرحة أيضا من تجذب أيضا ناموس هذا الشوط إلى مالكها عبد الله بن محمد بن قطفة المري على المركز الأول وعلى مقدمة هذا الشوط نتابع وإياكم هذا الاندفاع ولكن الله يا القدوم مع الطيارة سعيد بن علي بن صبيح المري هنا مع القدوم القوي ومع الطيارة اللي على المركز الأول بينما النقلة على المركز الثالث وهناك قدوم آخر مع المركز الثالث ولكن نعود مع الطيارة يا سلام يا بن صبيح يا سلام يا بن صبيح 300 متر عن النهاية بدون أي تعليمات تصدر على هذه البكرة الطيارة سعيد بن علي بن صبيح ولكن هناك صدرت التعليمات والميتين متر الأخيرة وبن قطفة في المركز الثاني هنا مع عبد الله بن محمد بن قطفة المري ولكن سلام يا بن صبيح سلام يا راعي الطيارة سلام انطلاقتها القوية والطيارة سعيد بن علي بن صبيح المري تهانينا والناموس على هذا الفوز ساعة الوصول أمام خط النهاية مع الطيارة المركز الثاني فرحة عبد الله بن محمد بن قطفة المري والمركز الثالث القدوم مع الشاهينية عبد الهادي بن عجلان المري أيضا توقيت الزمني دقيقتين 14 ثانية 19 جزء من الثانية تهانينا والناموس لمالك الطيارة سعيد بن صبيح المري والتوقيت دقيقتين 14 ثانية.